التعاطف مع الآخرين ومع قصص الآخرين اللي حولنا. إذا كنت أنت شخص جيد، لما أنا أسقط أحتاج منك الطاقة الإيجابية، ما أحتاج منك التعاطف السلبي. إذا أنت شخص جيد وصادق في تعاطفك، لما أسقط أبغى منك الإيجابي، أبغى منك السلبي. لما أصيح ما أبغى أحد يصيح معي، ما أبغى أحد يصيح معي، أبغى أحد يساعدني. لما أتأذى أبغى أحد يساعدني، ما أبغى أحد يصيح، ما أبغى أحد يصيح علي يقعد ينقل أخباري ويتكلم عن، لا أبغى أحد يا إما يساعدني يا إما يسكت، خلاص يقول أنا ما أقدر أتعاطف معه، خلاص انتهى. فأنت في الحقيقة إذا تتعاطف بالطريقة الخطأ أنت إنسان سيء، لا تنسى هذا الشيء. لأنك لما تتعاطف مع الشخص التعبان أو المكسور أو المتألم بطريقة غلط، أنت ترسل له هذه الطاقة السلبية. لما تروح المريض، المفروض أن كلنا نزور المرضى عشان نعطيهم من طاقة الصحة اللي عندنا، عشان نعطيهم من طاقة الحياة اللي إحنا قاعدين نحس فيها. فنروح للمريض في المستشفى، كل طاقة المرض عنده، نسلم عليه ونقول واو واو ممتاز، اليوم أنت أحسن، نعطيه هذا الشعور، نعطيه هذا الإحساس، ننقل هذه الطاقة، كذا نتعاطف. لما تروح للمريض وتقعد والله اني تقطع قلبي عليك من امس وانا اصيح، من يوم دريت عنك في المستشفى وانا اصيح، لا تصيح، لا تصيح، صياحك ما له قيمه. انت تصيح ضيق صدر زياده انا كمريض، وتؤلم المريض، وترسل طاقه سلبيه للمريض، ترسل توقعات، ترسل افكار. فستوب، انت توقف عن الشعور بانك شخص جيد لانك تتعاطف بطريقه غلط. توقف عن الشعور بانك شخص جيد لانك تتعاطف بطريقه غلط. يا تعاطف بطريقه صح، يا توقف عن التعاطف.